الله اكبر. 2-0 يا اخوان، اخوان انتوا جبارين. برافو. والله كفو المغرب. والله كفو. والله كفو. اخوان اخوان انا بشوف ايش خرافي قاعد. والله توب، والله توب. تكفى تكفى، شوف الجول تكفى. يا شوف 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 الباص، شوف الاسيست، شوف الركضه، شوف شوف الهربه، شوف. الله عليك الله عليك، والله ما يمشي الكندي. خرافي خرافي. يما اذكري لي اسماء 4 لاعبين من منتخب المغرب. واحد اربعه. حكيم. شو اسمه؟ شو اسمه الاصلي؟ اسمه اشرف حكيمي. اوكي ماما، مين اللي سجل اول جول؟ زياش. زياش تمام. بعرف شو اسمه الاولاني. طيب ايش مين كمان اللي دخل الجول الثاني؟ في مرابط. طيب شوف في بوفال. مين بوفال؟ انت بتالف اي اسم؟ بلا يا ما بحكوا لك. طلع في لاعب اسمه بوفال فعلا. حكيت لك ما رديت علي. ونصيري كمان، هي كمان واحد انا حافظه اسمه. ان شاء الله عليكي. انا حافظه اسمهم بس انا ما بحبش. ما بس حافظه. طب الله نصير وين بلعب؟ كيف يعني وين بلعب؟ مكانه بالملعب. هجوم دفاع حارس نصيري. هجوم صح كيف بس. والله بسموها تحذير ونصيري لانه اخر اسم حكاه المعلق.